الرحمن الرحيم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. لقد كان يأمل الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم بعد هذا الأمر الإلهي الذي جاء به جبرائيل في غدير خم أن تلتزم الأمة به حتى تبقى قوية تقود العالم إلى السعادة والازدهار، فلا ينتابها ضعف أبداً، فاتسعت شقة الخلاف وكثرت المذاهب والفرق داخل الكيان الإسلامي، وكل حزب بما لديهم فرحون، على رغم أن المنصفين يعرفون الحق ومع من كان ويكون. وهذه الرحلة المباركة للسيد محمد الموسوي المعروف بسلطان الواعظين الشيرازي هي جهد مخلص لهذا العالم الجليل من أجل نشر مناهج وسيرة أهل البيت النبوي الأطهار وحث أبناء الإسلام جميعاً على الاقتداء بأهل الذكر العظيم لكي ينالوا كرامة الدنيا وشفاعة الآخرة. قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب.
عرض تاريخي لمحاورات فكرية جرت قبل أكثر من 60 عاما في مدينة بيشاور الباكستانية. لبصرني عملك في الصحافة يا ولدي، واعلم أن عمل الصحافة شاق ومضمن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على سلامتك. الحمد لله، والله لقد اشتقت إليكم كثيرا. وكيف كانت سفرتكم؟ خيرا وبركة بفضل دعائكم، ولكن ما سرني كثيرا هو ما كنت أسمعه وأراه. خيرا إن شاء الله. وهل من أخباركم إلا الخير والفلاح؟ تقصد أخبار المناظرات والليالي؟ نعم، فلا شاغل للصحافة إلا أخبار هذه المناظرات وما تبذلونه من جهد في إيصال الحقيقة إلى الناس. الحمد لله والعزة لدينه. هل جاءك مصداق كلامي يا محمود؟ حقا سماحة السيد، ولكنني أطمح في أن تكون جميع المناظرات القادمة منشورة باسمي في صحف بيشاور. اعلم أن لكل مجتهد نصيبا، وفقكم الله. من أهل بيت أحب الله ورسوله وأهل بيته، فزادهم الله رفعة وجلالا. إنما هي بفيض من بركاتكم المحمدية، أدامكم الله. السلام عليكم. وعليكم السلام. سماحة السيد، كيف حالك؟ الحمد لله على السلام. كيف حال أخي محمود؟ حال أخي يوسف. لقد أوصلت جميع الكتب والمراجع إلى العلماء كما أمرتني يا سماحة السيد. ولكنك لم تفعل. إنهم قادمون خلفي الآن. أهلا وسهلا. أهلاً وسهلاً بكم. السلام عليكم. كيف حال مولانا؟ السلام عليكم. تفضل. السلام عليكم. السلام عليكم. أهلاً وسهلاً بكم. تفضل وعافاك الله. تفضل. أهلاً بكم. أهلاً وسهلاً. عليكم. تفضل. بارك الله فيك. تفضل واجلس. تفضل. اجلسوا يرحمكم الله. بارك الله فيك. يا الله. يا الله. الحمد لله. كيف حال أخي عبد السلام؟ الحمد لله. وكيف حال أخي الحافظ؟ بارك الله فيك أيها السيد. بارك الله فيكم جميعا. مرحبا بكم جميعا، وأستميحكم عذرا فأنا قادم من سفر طويل ولا بد أن أرتاح قليلا. لا بأس عليك. لا بأس. لا بأس. بإذن سماحتكم. تفضل. في أمان الله. تفضل. مع السلامة. لا نريد أن نضيع وقت السيد. سيدي، لابد لي ولنا جميعا أن نسجل لكم انتصاركم بما حققتموه في مناظراتكم مع الهنود والبراهمة. يا أخي، إنما الجميع معنيون بالانتصار للدين وإعلاء كلمة الله تعالى. فما كانت حججهم وبيناتهم؟ حينما كنت أحاور الملاحدة والغلاة والخوارج كانوا يحتجون علي ببعض الآيات القرآنية. فما كان ردكم عليهم؟ كنت أجادلهم بالقرآن والحديث المسند، وأوضح لهم بأن القرآن هو السبيل الحق، وكل ما خلاه باطل وليس من الإسلام بشيء. وهل كانوا على ملة الإسلام؟ كانوا ينسبون أنفسهم للإسلام ويحاجون بالقرآن حسب تفسيرهم الخاص. فما حكمهم في الإسلام وهم على هذه الحال؟ إن أكثرهم لا يفقهون من الدين شيئا غير ما يأخذونه من بعض الذين يدعون العلم. والغريب أني قابلت بعض المتفقهين منهم فوجدتهم متعصبين جاهلين لا يفقهون شيئا. أي أنهم قرأوا القرآن وتفسيره والحديث والسنة. نعم، لقد حذرتهم من تفسير القرآن على هواهم، وحاججتهم بالآية الكريمة فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فمن المقصود بأهل الذكر سماحة السيد؟ الذكر هو القرآن الحكيم، لقوله إنا نحن نزلنا الذكر، فأهل الذكر علي وبنوه، رواه الثعلبي
عن جابر الأنصاري عن علي عليه السلام. لذلك كان علي عليه السلام يقول للناس: سلوني قبل أن تفقدوني. لقد فسر بعض علمائنا قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، محمد رسول الله والذين معه، فقالوا: الذين معه إشارة إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، وأشداء على الكفار إشارة إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه. لم نجد في التاريخ ولا تفاسير علمائكم ما يسند هذا الحديث. أما المراد من جملة رحماء بينهم فهو عثمان ذو النورين، لأنه كان رحيما رقيق القلب. هو تفسير واحد لا سند له، وهو رأي شخصي غير مسند، والقائل به يشمله قول الرسول صلوات الله عليه وآله: من فسر القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار. لكن هذا التفسير لم ينكره أي فرد من أهل العلم. لكني أسلفت يا سيدي أنه لم يسنده أحد من علمائكم. مثل من؟ مثل الثعالبي والطبري وغيرهم. فما قولكم بما أنزل في حق أبي بكر في آية الغار: بسم الله الرحمن الرحيم، إلا تنصروه فقد نصره الله. أليس ذلك اختيارا إلهيا بحق أبي بكر وإخبارا للنبي بأنه سيكون خليفته من بعده؟ لم أجد تفسيرا كهذا في كتبكم، فإن كان لديك فأدركني به. إذا لماذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر بالهجرة رغم شدة سريتها؟ ما كان أبو بكر على علم بأمر الهجرة من النبي صلوات الله عليه وآله، بل علم ذلك من الإمام علي عليه السلام بعد أن هاجر النبي. ذكره الطبري في تاريخه الجزء الثالث. ألا تعد صحبة أبي بكر للرسول صلى الله عليه وسلم فضيلة خصه الله بها؟ لا شك بأن الصحبة وحدها لا تعد فضيلة لأحد، فصاحبا يوسف الصديق عليه السلام مكثا معه في السجن 5 سنين ولم يؤمنا بالله، فهل تعد صحبتهما للنبي منقبة وفضيلة لهما؟ نستأذن سماحتكم بالانصراف، فقد حان وقت صلاة العشاء. اذهبوا راشدين يرحمكم الله، فنحن كما تعلمون نجمع بين الصلاتين، ولنا عودة بإذن الله. بإذنه تعالى. هيا. أهلا وسهلا بكم. سماحة السيد، أنا تاجر من أهل السنة. مرحبا بك أخا وضيفا كريما. شكرا لسماحتكم، كنت أنتظر انتهاء المناظرة لكي أبوح بما في صدري. على الرحب والسعة، ولو كنت أتمنى أن يكون حديثنا أمام الجميع لتكون الفائدة أعم وأشمل. في حديثي بعض الخصوصية، ولكي لا يكون إطراء فقد كسبت قلوبنا ونورتنا. وما جاء بي أن خلافا وقع بين العوام والعلماء، فعاتبناهم على إخفاء الحقائق طوال هذا الزمن حتى بينتموها، فصرتم حديث مدينة بيشاور. لم أبين إلا ما جاء به علماء التفسير وأصحاب الحديث، وهذا في متناول كل مسلم ومسلمة. ثانيا، سمعت من إخوتي أن بعض علمائنا يتعصبون عند حديثك معهم، فأرجو أن لا تتأثر سماحتكم أو تغضب. أبدا يا سيدي، فقد اتفقنا مسبقا أن يكون حديثنا مدعما بالسند الصحيح
والبينة الصحيحة ومن كتاب الله وسنة نبيه الكريم. هذا ما كنت أستجلي حقيقته من أجل الأخذ بها، والآن بعد أن تبين لي الحق أستأذن سماحتكم بالانصراف، وسأرجع إلى المناظرة بعد صلاة العشاء. اذهب راشدا بحفظ الله ورعايته. لابد أن السيد قد أحس بالجوع والتعب، فقد جئتك بشيء من عنب بيشاور. شكرا لك يا يوسف. تفضل يا سيدي، هذا أول القطاف. لقد اشتقت إلى جدي الرضا الذي قضى مسموما. لقد اشتقت إليه، لقد اشتقت إلى آبائي. في الحجاز وفي العراق وفي كل مكان. الطريق وقلة الزاد وطول السفر. إنه الفراق، الفراق. علمت أن سماحتكم كنتم في معرض تفسير الآية الكريمة محمد رسول الله والذين معه، وأسألكم أن تتموا الموضوع. لا مانع في ذلك إذا ما أذن لي المشايخ الأجلاء والحاضرون. لا مانع، تفضلوا وسنستمع. لا بأس عليك يا سيدي، تفضل. لقد أول الشيخ عبد السلام كل صفة في الآية الكريمة على أحد الراشدين بالترتيب. وهل تأويلكم يختلف؟ أولا، لم يذكر أحد من المفسرين هذا التأويل. ثانيا، لابد من اجتماع الصفات الأربع المذكورة في شخص واحد، وهو المراد في الآية الكريمة. وهل يوجد من اجتمعت فيه هذه الصفات برأيكم؟ نعم، فما اجتمعت تلك الصفات في واحد من الصحابة سوى الإمام علي عليه السلام. أنتم تغالون في سيدنا علي كرم الله وجهه، لأنكم تنسبون إليه كل آية يرد فيها وصف للمتقين والمؤمنين. إن كل ما نذكره في حق أمير المؤمنين علي عليه السلام هو من كتبكم ومصادركم. علينا بالبينة، كتاب الله وسنة نبيه، وما اجتمع في حق علي كرم الله وجهه أنتم مطالبون بتبيانه، وإلا فإننا سنظل ندور حتى نقع في الخطأ لا سامح الله. لا أوقعنا الله في الخطأ والزلل، وإنما دليلنا البينة، وأنتم علماء أجلاء فتحروا البينة والحقيقة. إذن اذكروا سماحتكم أسماء الكتب والمصادر. كتاب ما أنزل من القرآن في علي للحافظ أبي نعيم، وكتاب شواهد التنزيل للحاكم الحسكاني، وكتاب نزول القرآن في علي للشيرازي. أليست هذه كتبكم؟ نعم، هي كتبنا وأهلها علماؤنا المفسرون الكبار
أمثال الثعالبي والسيوطي والرازي وغيرهم، أفهم من علماء الشيعة أم من علماء السنة والجماعة؟ بل هؤلاء أكابر مفسرين من أهل السنة والجماعة. عن العلامة الكنجي عن ابن عباس قال الرسول: ما أنزل الله من آية فيها يا أيها الذين آمنوا إلا وعلي رأسها وأميرها. إذا أذن لي السيد، ينسب إلى الإمام الشافعي حين سئل عن فضل الإمام علي عليه السلام فقال: ما أقول في رجل أخفى أعداؤه فضائله حسدا وبغضا، وأخفى محبوه فضائله خوفا ورهبة. إذن فتطبيق الآية محمد رسول الله على مولانا وسيدنا علي عليه السلام، وهو مصداق لما جاء به جل المفسرين والعلماء بلا لبس أو خطأ. لو كان هناك إنصاف لكان هناك إقرار بأن علي عليه السلام الذي نشأ في حجر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أولى من غيره بدلالة الآية والذين معه. نعم، فقد تعلم وتأدب وتربى على يد الرسول الأكرم وتحت إشرافه، وكان أول من آمن به وعمره 10 سنين. نحن نقر بأن عليا أول من آمن، وأن الراشدين آمنوا بعد ذلك بمدة، لكن من الواضح أن إيمان شيخ مجرب ذي عقل وبصيرة أفضل من إيمان طفل صغير لم يبلغ الحلم. لكن هذا الطفل كان ذا قابلية ولياقة وموفور عقل، فدعاه النبي إلى الإيمان فاستجاب، والنبي سيد العقلاء والحكماء. إذن ترون أن ذلك كان تكليفا من النبي صلى الله عليه وسلم، فهل من سابقة؟ قال الله تعالى في شأن يحيى عليه السلام: وآتيناه الحكم صبيا. وقال في شأن عيسى بن مريم: إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا. نطق هذه الجملة وهو في المهد. أحسن، تفضل يا سيدي. هذا مسند عمر ابن عباس، أردت أن أقرأ عليكم ما جاء في حق علي عليه السلام على لسان عمر بن الخطاب. قال عمر بن الخطاب لقوم كانوا يجادلون في علي عليه السلام: كفوا عن ذكر علي بن أبي طالب، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: في علي 3 خصال، لأن يكون لي واحدة منهن أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. وقال: كنت أنا وأبو بكر وأبو عبيدة بن الجراح والنبي متكئ على علي بن أبي طالب حتى ضرب بيده على منكبه، ثم قال: يا علي، أول المؤمنين إيمانا فهو أنت، وأولهم إسلاما، أنت مني بمنزلة هارون من موسى، وكذب علي من زعم أنه يحبني ويبغضك. وقد ذكر بعض الأبيات الإمام عليه السلام، رواه التقات والعلماء، إذا سمحت لي أن أقرأ بعضا منها. تفضل واقرأها علينا يا أخي. محمد النبي أخي وصنوي، وحمزة سيد الشهداء عمي، وجعفر الذي يضحي ويمسي، يطير مع الملائكة ابن أمي، وبنت محمد سكني وعرسي، منوط لحمها بدمي ولحمي، وسبطاء أحمد ولداي منها، فأيكم له سهم كسهمي؟ سبقتكم إلى الإسلام طرا غلاما
ما بلغت أوان حلمي وأوجب لي ولايته عليكم، فمن يلقى الإله غدا بظلمي. أحسنت، بارك الله فيك، أحسنت يا أخي أبا الفضل. وجعفر الذي يضحي ويمسي يطير مع الملائكة ابن أمي، وبنت محمد سفني وعرسي منوف لحمها بدمي ولحمي، وسطاء أحمد ولدي منها، فأيكم له سهم كسهمي. سبقتكم إلى الإسلام ضرا غلاما، ما بلغت أوان حلمي. فما الإسلام بعدكم بسام، له علم يرف ولا قوام. أيجبر كل مجروح كسير، وجرح الدين ليس له التحام. وإن لكم بكل حمل وقطر مقام فيه محتجب إمام. أيجبر كل مجروح كسير، وجرح الدين ليس له التحام. وإن لكم بكل حمل وقطر مقام فيه محتجب إمام. لأملاك السما في كل وقت على تقبيل قوته ازدحام. عليكم أفضل الصلوات تطرى من الرحمن من سجم الغمام. لأملاك السما في كل وقت على تقبيل قوته ازدحام. عليكم أفضل الصلوات تطرى من الرحمن من سجم الغمام. وفي بشار تجد الجواب لكل سؤال ما يزح الظلام.